حكم إفشاء ما يحصل بين الرجل وزوجته من محادثة ومن سوء خلاف؟ يا إخواني، الأسرار بين الزوجين أمانة، والأسرار أيضا بين الناس. يعني لو واحد الآن جاء وحاساك سر تروح تحاسيه، ما يجوز، هذا حرام. إفشاء الأسرار حرام، لكن أشدها حرمة بين الرجل وزوجته، يفضي إليها وتفضي إليه، كل واحد منهم يعرف دواخل الثاني. لا يجوز يا إخواني أبدا أن يفشي أسرارها. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة منه الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه، يفضي إلى زوجته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها، يروح فلانة وفلانة وفلانة. فهذا يا إخواني الحديث رواه مسلم، حديث صحيح، ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب، لأنه وصف أنه من شر الناس. المرأة يجوز أيضا إذا حال الخصومة في حال الأذى تبين للقاضي أو اللجنة الصلح التي توضع للإصلاح بينهم، أنها تبين ما بينها وبين زوجها في الفراش إن رأت أن في ذلك مصلحة لها في القضاء، هذا يجوز، وأما غيره فلا يجوز. نعم.